المحطة، جمع كل المميزين في أكاديمية النادي الأهلي، وراح النادي الأهلي في قطاع الناشئين في مدينة نصر الكابتن بدر رجب، وتم اختيار العناصر المميزة منهم للانضمام لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. نشوف التقرير ده وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل معتز محمد ناشئ النادي الأهلي اللي بنتنبأ ليه إن شاء الله بمستقبل، ويكون واحد من المدافعين الصاعدين الواعدين في المستقبل القريب. أنا عندي 23 أكاديمية فيها لعيبة حوالي 10,000 لاعب. أنا عندي مشكلة، ما أنا لو ما عملتش هذه الاختبارات يبقى الأكاديمية دي فائدتها هتضعف جدا، إنه الناس عايزة تشوف الأكاديمية دي بتعمل إيه. فأنا عايز أشوف، في السنة اللي فاتت عملت اختبارات وطلعت لعيبة وعرضتها على القطاع، القطاع خد منها بصراحة أعداد كويسة جدا حقيقة، وأعداد متميزة بجد. الأكاديميات أفرزت على مدار السنوات اللي فاتت دي لعيبة على أعلى مستوى الحقيقة. أنا بقول الكلام ده لأولياء الأمور. الأعداد الكبيرة ديت صعوبتها في الآخر إنه المنافسة قوية جدا وصعبة جدا عشان تاخذ منهم مثلا 50 60. فنحن بقى بنحاول دلوقتي ننتقي بعض اللعيبة المميزين من أكاديميات النادي الأهلي مش من خارج الأكاديميات، يعني ما فيش حد موجود هنا دلوقتي غير مشترك، لأنه الحقيقة اختبارات القطاع تختلف عن يعني اختبارات الأكاديمية. أنا بقى جبت دلوقتي كل الأكاديميات المرحلة السنية 2012 و13 و14 الجمعة دي، الجمعة اللي بعدها 2010 و2011، بعد كده 2009، بعد كده هجيب الكبار شوية 2006 و2007 و2008. هنعمل بطولة اسمها بطولة أكاديميات النادي الأهلي الداخلية، اسكندرية، دمياط، منصورة، غردقة، الصعيد. بعد كده عندنا دوري الأهلي بي اللي بنلعب بيه اسم النادي الأهلي بلاعيبة الأكاديمية، فمحتاجين لي لعيبة مميزة عشان تنافس الأندية، لأنه ده الأهلي بي ده بيلعب دوري مع أندية كبيرة، أندية إمبيو وأندية مثلا الاتصالات، الإنتاج الحربي، المقاولين، فدي لازم تختاري لها لعيبة برضه متميزة من كل الأكاديميات منتخب. فإحنا بقى عندنا ثلاث مراحل، مرحلة الأكاديميات الداخلية، ودوري أكاديميات مع أكاديميات من خارج أكاديميات النادي الأهلي، أكاديمية مثلا أكاديمية زيد، أكاديمية مثلا أكاديمية ليفربول، أكاديمية مثلا نادي المقاولين، في أكاديميات كثيرة موجودة في الأندية، بنلعب مع دوري بمنتخبات الأكاديمية بتاعتنا اللي هي من كل الأفرع. وبعد كده عندنا الحقيقة الدورة الداخلية دي بنعملها لتنشيط لكل المراحل السنية الموجودة في الأكاديميات كلها. فعندنا حقيقة برنامج صعب جدا ومطول على مدار السنة، إن شاء الله هنعرضه بعد كده إن شاء الله على كل الأفرع وعلى كل مديري الأفرع. النهارده احنا عاملين مجموعه من الاختبارات، جمعنا كل الاكاديميات، اكاديميات النادي الاهلي في جميع المحافظات، جبنا اللعيبه المميزه في كل فرع، واللي بيرشح ده من خلال مدير الفرع والمديرين الفنيين الموجودين هناك. النهارده بالمرحله الاولى احنا بنشتغل بيها، بنشتغل بنصفي المجموعه اللي جايه اللي هي جايه من جميع المحافظات بمفهوم الفروع اللي هي في القاهره هنا. بنجيب اللعيبه المميزه هنشترك بها رقم واحد بالدوري الداخلي اللي هو دوري، بنعمل رقم واحد اللي هو منتخبات الاكاديميه، بناخد كل مرحله سنيه اللعيبه المميزه وبنعمل فيها، بنعمل المراحل السنيه بنعمل فيها المنتخب. بنشوف على مستوى الاكاديميات بتاعتنا اللي عندنا ال 23 اكاديميه بيجوا من اسيوط، يعني النهارده المجموعه اللي انا بشوفها دلوقتي في مجموعه من اسيوط بيلعبوا، فجايين من اسيوط، فاحنا بنراعي طبعا الولد جاي من سفر وجاي في الشمس دي، فبنراعي بنشوف المواهب اللي موجوده بتبرز في التقسيمه اللي احنا بنعملها، وبنشوف بعيننا كده الخبره، بنشوفهم على اساس ان هم يدخلوا بعد كده بيتمرنوا يثقلوا زياده عن اللي عندهم، في تبقى الموهبه بتاعته نبرزها ونطلع اللي عندهم، بعد كده ممكن يفيدوا هيفيدونا بقى في حاجات، نلعب دوري اكاديميات داخلي، بنعمل دوري بندخل مع دوري المنطقه بيه بنلعب، ويلعبوا السنه اللي فاتت ولادنا اللي احنا برضه عملنا نفس الاختبارات واخترناهم، طلعنا منهم ولاد انا نفسي ما كنتش متوقع ان هم
يعني هيلعبوا المستوى ده. بصراحه يمكن كابتن شطه لما جه هو حاطط استراتيجيه، يمكن السنه اللي فاتت كان عندنا بعض الاحداث كتير جدا، المهرجانات كتير جدا في كل مختلف الفروع، اشتغلنا في الغردقه واشتغلنا بطوله مؤمن كابتن مؤمن زكريا، اشتغلنا بطوله كابتن صفوت عبد الحليم، اشتغلنا بطوله الاكاديميات واشتغلنا بطوله اهلي به. السنه دي ان شاء الله برده الكابتن بيحاول ان يزود كمان الاحداث الرياضيه في المحافل والمهرجانات ودي، عشان كل ده الاحتكاك دايما بيفرز اللعيبه كويسه. يمكن ابتدينا السنه دي بال 14 وال 13 في المرحله الثانيه دلوقتي، ان احنا السنه اللي فاتت ما كانش عندنا اهلي به 2013 2014، السنه دي ان شاء الله باذن الله هنشترك ب 2014 2013 2012 2011، الاربع مراحل سنيه في اهلي به ان شاء الله.